أهلا وسهلا ومليون مرحبا فيكم أحبتنا المشاهدين، وفرصة جديدة نلتقي فيها معاكم بكل الحب والتقدير، وحياكم الله معنا. ليش حكامنا في دول الخليج العربي يرفضون استقبال اللاجئين السوريين والعراقيين؟ ليش كل هذه الأموال لدعم الإرهاب والإرهابيين في سوريا والعراق على حساب شعوبنا؟ ليش ما يتحمل حكامنا مسؤولياتهم ويعتذروا للشعب السوري على الأقل؟ إن الله يحب الخاطئين الذين يتوبوا. للأسف حكامنا أهانوا الشعب السوري والعراقي واليمني من خلال إرسالهم ودعمهم للإرهاب هناك، اللي تسبب بقتل وسبي النساء وتدمير البلاد ومقدرات الشعوب. حنا الخليجيين وبالأخص السعوديين نغيث الملهوف ونكرم الضيف والغريب. هذه هي عاداتنا وعادات آبائنا وأجدادنا. ليش أصلا تدخل حكامنا بشيء ما يخصهم؟ ليش هذه اللقافة؟ والأهم من هذا، ليش ما تتحرك شعوبنا الآن علشان يقولوا لحكامنا كفى متاجرة وسفك لدماء الأبرياء، كفى تهور ومقامرة بمقدراتنا وأموالنا؟ كيف ممكن يكون الوضع لو أن هذه الحرب تصير الآن عندنا وأصبحنا حنا اللاجئين عند دول الجوار؟ فهل سيشفق علينا أحد؟ أم يشمتون بنا ويقولون مثل قول النبي الله أشعياء: ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب، وأيها الناهب ولم ينهبوك، حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من النهب ينهبوك. هذه بأشعياء 33:1. رسالتي إلى شعبي الحبيب، فلنتكاتف معا الآن ونعمل على وقف هذا التدهور والتدهور السياسي الذي يضر بنا وبسمعتنا حنا كمواطنين خليجيين بالدرجة الأولى. أنا أرى بدء الدينونة والعقاب يحل على شعب الحبيب الآن بسبب تهور حكامنا وتعنتهم وتكبرهم. وما لم تعترفوا بخطاياكم يا شعب الحبيب وتتوبوا قبل فوات الأوان ويتجاوز عدد قتل شعبي الآلاف، فسيكون هناك سيف دينونة للأبد، سيف دينونة الثأر والانتقام، سيف الحرب بعد ما كنا نعيش في سلام. أعلم بهذه الدينونة وأشعر بها كما تشعر أنت بها الآن، لكن عليك تحمل نتائج أعمالك أيها المخرب المتهور. تقبل سماح الله بدينونتك بكل تواضع وقبول بقضاء الله، لأنك ستدفع حتما الدين إلى آخر نقطة دم. أما أنك تقبل عمل الرب يسوع المسيح الخلاصي من أجلك على الصليب، هذا هو الحل البديل، لأنه قد أكمل ودفع ثمن خطاياك. أحبتي، اقبلوا الآن عمل الرب يسوع المسيح واختاروا الحياة، فالمسيح هو الله المتجسد ومانح الحياة. Thank you.
حرام حتى الكلام لا تناقش في المسائل بتروح النار وعذاب النار لو تبي تسأل أو تحلل أو تفكر تجادل الله أعزائي المشاهدين، اليوم حنتكلم عن ظاهرة سيئة للأسف منتشرة عندنا، ظاهرة الإسراف. الإسراف ظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا العربية وبالأخص الخليجية والسعودية. إيش يعني إسراف؟ الإسراف هو أنك تشتري أكل أو أشياء أكثر من اللازم، هذا عمل لا مسؤول يؤدي إلى زيادة أسعار السلع وتلاف المال بأشياء لا يستفاد منها، مما يؤدي إلى التخلص من هذه الأشياء الزائدة لاحقا لما ينتهي تاريخها. للأسف عندنا إسراف في العزائم، إسراف في اقتناء الثياب والساعات والأقلام، إسراف في شراء الطعام وخصوصا قبل رمضان، إسراف في مشاهدة التلفزيون والشاي والقهوة، إسراف في السهر، إسراف في التدخين، إسراف أشياء كثيرة بنصرف فيها، وأي شيء زاد عن حده ينقلب ضده. كده كان أبويا يقول لي، وأكيد أنت أبوك كان يقول لك كده، سمعناها من أبائنا وأجدادنا. طيب أبائنا وأجدادنا كانوا ينصحونا من تجربة
ومن خبرة، لكن حنا ما نتنصح. ليش؟ وين المشكلة؟ يمكن لأنهم ينصحونا وما يطبقون، احتمال كبير. طيب إيش رأي المسيح بهالأمر؟ المسيح يقول لنا لما نصلي أن نطلب خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، متى 6:11. يعني يا رب أعطينا حاجتنا اليومية بدون زيادة أو نقصان. والخبز هنا يرمز لكلمة الرب، لكن ممكن يكون للخبز الحقيقي. حتى من أيام موسى زمان الرب كان يعود شعبه أنه يؤمنون به وما يصرفون بتجميع المن اللي هو خبز السماء. حسب السفر الخروج 16 يقول لك كان يطلب من الشعب أنه يجمعوا من المن حسب حاجتهم ويأكلونه قبل الصباح، لأنه الصباح بيرسل لهم من جديد. لكن اللي يصرف ويجمع أكثر من حاجته كان الدود يأكله. إذن ربنا هو من زمان هو ثابت ما يتغير، علم شعبه الاقتصاد في كل شيء، ويعلمنا حنا بعد نفس المبدأ. بركة المسيح معكم جميعا. تعالوا ونصلي مع بعض هذه الصلاة عشان نتخلص من آفة الإسراف في بلادنا. يا سيد العظيم، كم أنت عظيم، كم أنت قوي، كم أنت حنون، كم أنت جميل جدا يا رب. نحن نحبك وجايين أمام عرش نعمتك يا رب، وجاي أتشفع في شعبي عشان مشكلة الإسراف. يا سيد العظيم، أنت فعلا يا رب، الإسراف نقص إيمان. إحنا لازم نعلو في الإيمان أنه أنت حتوفر لنا حاجتنا في اليوم التالي، وما نخزن، نعتبر أنه كل شيء بيدك ومنك ولك، ولك كل المجد يا رب. حاطط شعب السعودي من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه أنه تشيل آفة الإسراف ويزيد إيمانهم بثقة فيك، لأنه أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. بالمسيح يسوع الناصر له كل المجد أطلب وأصلي. آمين. ليرأف الله علينا وليباركنا وليضيء بوجهه علينا، علشان يعرف فالأرض طريقك وبين جميع الأمم خلاصك. تحمدك الشعوب يا رب، تحمدك الشعوب كلها، تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة وتهدي أمم الأرض. تحمدك الشعوب يا الله، تحمدك الشعوب كلها، أعطت الأرض غلتها الوفيرة. يباركنا الرب إلهنا فتخافه كل قاصي الأرض. أعزائي المشاهدين، هذا اختبار الأخ قاف من مصر. يقول هو فورا يعني كان حط الرب على قلبه أنه يصلي بالصلاة المسيحية، وصلى فعلا وطلب الرب يسوع المسيح وحس بسكينة وطمأنينة وراحة البال. المهم بعدها بفترة تقريبا أسبوع يقول أنه راح وقرر من نفسه أنه يقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياته. آمين. فهذا هذا هو المطلوب، أنك تصلي وتطلب يا رب وريني الحقيقة، وبعدين اختبار بسيط بس إيش هذا هو الصح. تطلب ربنا، كل واحد يبكي على ليلة، كل واحد يقول لك إيش أنا دين الصح والباقي غلط. لا، أنت اسأل ربنا وهو يجاوبك بكل بساطة. فآمين. الرب يبارك أخوي قاف ويبارك كل من يسمع الاختبار ويسوي مثلك بإذن المسيح. آمين. Thank you.
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. تعتبر الديانة المسيحية أكثر ديانة تعرضا للهجوم والتشويه، تشويه وكذب طال كل شيء فيها، عقيدتها وكتبها ورموزها وتاريخها وحتى أخلاق أهلها. حرب إعلامية ونفسية وتحريضية ضد كل شيء مسيحي، وخاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. تشويه ما بدأ اليوم، لكن بدأ من أكثر من 1400 سنة. المسيحيين ضالين، المسيحيين مشركين، المسيحيين كفار يحاربون الإسلام والمسلمين، ما عندهم وازع ديني، والناس ما غير تسمع وتصدق، ومستحيل أحد يكلف نفسه ويتحقق من صحة ذا الكلام. وعشان كذا قررت أتكلم معاكم اليوم عن 10 حقائق مسيحية واضحة وضوح الشمس، حقائق معروفة وغير قابلة لا للتحريف ولا للتزوير، وسهل جدا تتأكد منها لو بذلت أقل مجهود ممكن للبحث. وهذا مش دفاع عن المسيحية طبعا، فالمسيحية مش في محل اتهام، لكن عشان أعطي كل إنسان يبحث عن الحق فرصة يكتشف فيها الحقيقة. الحقيقة الأولى هي أن المسيحيين يعبدون إله واحد فقط، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، إله أزلي موجود قبل تكوين العالم. يعني مش إلهين ولا ثلاثة، ولا في أحد أصلا في المسيحية يقول إن الله ثالث ثلاثة أو يعبد مريم. وياريت تسألون اللي قايل ذا الكلام من فين جايبه، عشان إحنا بعد نبي نفهم. أما الحقيقة الثانية فهي إن المسيحيين أبدا ما يدعون إن لله صاحبة أو زوجة، استغفر الله، وكلام إنه حب يكون عنده عيال فتزوج واتخذ المسيح ولد له، ونستظرف ونقول ده ما يحب العيال كان كثر، فهذا كلام كذب وعيب جدا في حق الله، وعار كبير جدا يستخدم هذا الأسلوب الرخيص في الهجوم على الناس. فالله مش عرضة لأحقاد البشر، والمسيحية أطهر من أن تفتري على الله الكذب. ولو بحثت العالم كله مستحيل تشوف مسيحي عاقل أو حتى مجنون ممكن يتجرأ على الله ويقول مثل ذا الكلام الغريب. ثالث حقيقة مسيحية هي أن الله ما مات على الصليب، واللي مات على الصليب هو جسد أو ناسوت المسيح. فالله روح، والروح ما تموت أبدا، والكون عمره ما كان بدون إله، وهذا الشيء يعرفون المسيحيين أكثر من غيرهم. أما الحقيقة الرابعة فهي أن المسيح جاء للأرض ليفدي الناس ويخلصهم ويهب لهم حياة أبدية، جاي عشاني وعشانك، جاء للعالم عشان يموت على الصليب ويفدي البشرية. وهذه عقيدة وإيمان مسيحي راسخ في نعمة المسيح. فكلام لو كان المسيح هو الله فليش ما أنقذ نفسه يعتبر كلام مش في محله أبدا، وضد العقيدة المسيحية في المسيح اللي جاء للعالم أصلا ليفدي الناس ويخلصهم، مش ليخلص نفسه. أما الحقيقة الخامسة فهي أن حقيقة صلب المسيح حقيقة ثابتة غير قابلة للشك أو التحوير، ثابتة تاريخيا وأدبيا وبشهادة الشهود، وعلى رأسهم السيدة مريم أم المسيح وكل تلاميذه، وشهد عليها الكثير من المؤرخين المسيحيين واليهود وحتى من غير أصحاب الديانات. ففكرة التشبيه فكرة لا يقبلها منطق ولا عقل ولا يوجد لها مبرر أصلا. والحقيقة السادسة هي إن الكتاب المقدس كتاب محفوظ بقوة الله من كل تحريف، ويكفي إن المسيح شهد له شخصيا حيث استشهد به أكثر من مرة وردد كما هو مكتوب أو مكتوب، غير أن الإسلام نفسه أثبت صحته وقال أنه هدى ونور وفيه حكم الله. وأتمنى من أي إنسان يملك النسخة الأصلية من الكتاب المقدس يسوي خير ويزودني فيها عشان نكتشف الفرق بينهم ونأكد على التحريف. أما الحقيقة السابعة أعزائي المشاهدين فهي أن المحبة روح المسيحية وذروتها المركزية وفرضها الوحيد،
بها جاء كل الناموس والأنبياء. فالمحبة في المسيحية دين وعقيدة، محبة لكل الناس مهما كانوا ومهما كان منهم، محبة للقريب والبعيد، للصديق وللعدو. يعني الزعل ممنوع والحقد مرفوع والكره مرفوض. ثامن حقيقة ثابتة هي أن أخلاق المسيح مستمدة من أخلاق السيد المسيح نفسه. يعني المسيحي ما يخون ولا يكذب ولا يسب ولا يغدر ولا يكره ولا يكيد ولا يمكر ولا يسكر ولا يستخف بالله. المسيحي بار بوالديه، قريب من أهله، محب لوطنه، لا مغرور ولا فاسد ولا شره ولا جشع ولا طماع ولا كسول. ضامن الجنة لكنه مستمر في محبة الناس وفعل الخير، فهذا دينه وإيمانه. الحقيقة التاسعة هي أن المرأة مساوية ومعادلة للرجل تماماً وفي كل شيء، وهذه حقيقة 100% وأبصم عليها بالعشرة. لا هو أعلى منها درجة ولا هي أقل منه درجة. والزواج رباط مقدس لا ينحل ولا ينفك ولا يؤثر فيه لا مرض ولا خلفة عيال. مش عقد زواج ولكن عهد حياة وزواج، عهد على الحب والوفاء والصبر والتضحية في الرخاء والشدة. زواج منزه من الخوف والأنانية والترقب والذل والإهانة. الله جمعهم وما يقدر إنسان يفرقهم. فعيشي سعيدة مطمئنة لأنك في حمى رب يحبك ويحافظ عليك وعلى بيتك. والحقيقة الأخيرة هي أن دم الإنسان مقدس جدا في المسيحية، فلا تدعي بأن المسيحية تنادي بسفك الدم عشان تبرر أفعالك وتقول ما في أحد أحسن من أحد وتجيب هتلر وقنبلة هيروشيما كمثال. ترى المسيح مش هتلر ولا روزفلت، ومش كل واحد اسمه مايكل المسيحي. بالعكس، المسيح أمرنا ما نحمل سيف ولا نتعامل بالشر، وهذا واضح جداً. وكل ما تحتاج عشان تصدق إنك تفتح الكتاب المقدس وتقراه وتكتشف ذا الشيء بنفسك. وفي الختام أرجو من كل إنسان مهتم أو شاك أو حتى غير متأكد من أي معلومة ذكرتها اليوم إن يبحث عن الحقيقة ويحاول يتأكد منها ويكون أمين مع نفسه، وأكيد بيوصل والله بيدليه على الحقيقة، لأن الله مستحيل يضيعك وإنت تدور عليه. والحين نعمة المسيح معاكم، وشكرا لكم على المتابعة، ونشوفكم الأسبوع القادم على خير وفي أمان الله.